طائرة الرئيس الأمريكي، قصر حصين بين السماء والأرض. قصر متنقل في شكل طائرة ضخمة نفاثة، لا يوجد مجال لتعطلها أو فشلها، حتى لو وقع هجوم نووي على الأرض، إنها تماما كما ينقلها فيلم الحركة الأمريكي Air Force One، الذي لعب فيه الممثل هاريسون فورد دور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. تبدو طائرة بوينغ 757 المعروفة بإير فورس وان مدنية في الشكل، ولكنها في الأصل عسكرية بامتياز، إذ تتحول إلى مخبأ قادر على حماية الرئيس عند الحاجة، ومزودة بعتاد مضاد للصواريخ الباليستية، كما أن جسمها كله بما فيه ذلك النوافذ الزجاجية مضاد للرصاص. عندما دخلت هذه الطائرة الخدمة، كانت الولايات المتحدة غارقة في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي آنذاك. اقترح القادة العسكريون في واشنطن تصميم طائرة عسكرية بمواصفات مدنية لجعل مهمة استهداف الرئيس شبه مستحيلة. واليوم أضحى أسطول طائرات إير فورس وان، رغم الانتقادات التي تلاحق تكاليفها، واحدا من أبرز رموز الرئاسة في أمريكا وأكثرها شهرة. فالطائرة مزينة من الخارج بعبارة الولايات المتحدة الأمريكية والعلم الأمريكي وختم رئيس الولايات المتحدة، وهي كلها أمور تمنح الطائرة هيبة خاصة. تاريخيا كان الرؤساء الأمريكيون يتنقلون عبر القطارات داخل التراب الأمريكي، لكن بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية واختيار القادة في واشنطن إنهاء حقبة العزلة الدولية والانفتاح على العالم القديم، كان لابد للرئيس الأمريكي من طائرة عسكرية قادرة على حمايته في أسفاره عبر العالم. وفي سنة 1943 اقترحت القوات الجوية للجيش الأمريكي تخصيص طائرة عسكرية للرئيس عوض الاعتماد على الطائرات التجارية. وكانت طائرة سي 87 ليبريتور إكسبريس أول طائرة مخصصة لنقل كبار الشخصيات الأمريكية إلى الخارج. وطبعا أدخلت القوات الجوية تغييرات كثيرة على الطائرة حتى تصبح آمنة وفي الوقت نفسه مريحة للرئيس ومرافقيه. لاحقا ظهرت عيوب عديدة متعلقة بالسلامة في هذه الطائرة، فتم التخلص منها واللجوء إلى طائرة عسكرية أخرى من نوع دوغلاس سي 54 سكاي ماستر. وهذه الطائرة هي التي حملت الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت بين سنتي 1882 و1945 إلى مؤتمر يالطا الشهير في فيفري 1945، كما استخدمها الرئيس هاري ترومان لفترة وجيزة. في 1959 ومع قرب نهاية فترة ولاية الرئيس دوايت ايزنهاور الثانية، اشترت القوات الجوية الأمريكية أول طائرة من نوع بوينغ 727 النفاثة المصممة لمهمات عسكرية خاصة. واعتبر القادة العسكريون المسؤولون عن حماية الرئيس أن تكنولوجيا هذه الطائرة وسرعتها العالية صالحة لمهمات السفر لمسافات طويلة. وقد استخدم ايزنهاور هذه الطائرة في جولة آسيوية ضمت 11 بلدا وحلقت لمسافة 35 ألف كيلومتر في أقل من 19 يوما، أي بمعدل يتجاوز ضعف السرعة التي كانت تقطعها الطائرة الرئاسية السابقة. ولاحقا أضحت هذه الطائرة المفضلة في البيت الأبيض لعدة سنوات. ومع تولي الرئيس جون كينيدي الرئاسة سنة 1962، دخل الأسطول الرئاسي عهدا جديدا. فالرئيس كينيدي هو الذي دفع القوات الجوية للتعاقد مع شركة بوينغ لتصميم الطائرة الحالية إير فورس وان من نوع بوينغ 707. وكان لزوجته جاكي كينيدي تأثيرا كبيرا على الشكل الحالي المعروف للطائرة، فقد قامت السيدة الأولى آنذاك بتكليف المصمم ريمون لوي بإعداد تصميم داخلي جديد لإير فورس وان، وأشرفت على إعداد تصميم الجزء الخارجي الأزرق الذي تعرف به الطائرة الرئاسية الحالية. تتوفر الطائرة على عدد هائل من صفارات الإنذار، وتتحول فعليا إلى قبو يختبئ فيه الرئيس في حال وقوع كارثة نووية على الأرض، كما أنها قادرة على التحليق أعلى بكثير من الطائرة التجارية العادية ولمسافات طويلة قد تستمر لأشهر عدة عند الضرر القصوى. ويتوفر الرئيس منذ سنة 1990 على طائرتين رئاسيتين جاهزتين للخدمة على الدوام، إحداهما جاهزة دائما للطيران تحت أي ظرف. ووفقا للموقع الرسمي للبيت الأبيض، فإن جميع الرؤساء الأمريكيين يتوفرون على مركز قيادة تحت تصرفهم، وتخضع الأجهزة الإلكترونية الموجودة على متن الطائرة لمراقبة وتشديد صارمين لحمايتها من أي إشعاع كهرومغناطيسي أو تفجير نووي.
كما تم تزويدها بمعدات اتصال آمنة ومتطورة للتصدي لأجهزة التجسس التي قد تلاحق اتصالات الرئيس الأمريكي. وبالإضافة إلى هذه الخصائص، زود الجيش الأمريكي الطائرة بأربعة محركات قوية لرفع حظوظ الرئيس الأمريكي في النجاة لو تم استهدافه بصاروخ عالي الدقة في الجو. إذا كانت طائرة إير فورس وان تستخدم في الأسفار الطويلة، فإن الرئيس الأمريكي غالبا ما يستخدم مروحيات مارين وان في الرحلات الداخلية، وهي أيضا مروحيات مجهزة بالدروع الباليستية وصواريخ دفاع مضادة، ويقوم أكثر من 800 فرد من قوات المشاة البحرية الأمريكية المارينز بالإشراف على عمل أسطول مارين وان. بالإضافة إلى إير فورس وان، يعمل أسطول الطائرات المعروف بإير فورس تو بنقل أكبر الشخصيات الأمريكية، خاصة النائب الرئيس، إذ يستخدم الأخير طائرة من طراز سيترون دو إيه مماثلة لطائرة بوينغ 757. ولا تقف مميزات الطائرة الرئاسية عند الأسلحة الحربية وتكنولوجيات الاتصال العالية الجودة، بل تضم أيضا جناح طبي متطور يصلح كغرفة عمليات يشرف عليه طبيب يداوم باستمرار على متنها. ففي حالة الأزمات الصحية التي قد تلحق بالرئيس أو الوفد المرافق له، يكون الخيار الأكثر أمانا هو تقديم العلاج في الجو مباشرة عوض اللجوء إلى أقرب مطار، كما يحدث عادة بالنسبة للطائرات التجارية. وتتسع طائرة إير فورس وان لنقل أكثر من 70 شخصا، وغالبا ما تشمل الرئيس وكبار مستشاريه، بالإضافة إلى ضباط الخدمة السرية والمراسلين التابعين لمختلف وسائل الإعلام المعتمدين في البيت الأبيض. وفي حالات كثيرة، بعض الضيوف الآخرين الذين يرافقون الرئيس في جولاته الخارجية. وفي فيلم إير فورس وان لسنة 1997، تظهر الطائرة في مشهد درامي وهي تتزود بالوقود، ولم يكن هذا المشهد من نسج الخيال، فالطائرة الرئاسية تحتوي على مسبار يمكنها من التزود بالوقود في السماء، إذ يكفي أن تأتي طائرة وقود وتحوم فوقها لتزودها بالوقود الكافي، وبهذا يمكن للرئيس الأمريكي أن يبقى محلقا في السماء إلى أجل غير مسمى إذا ما كان الوضع غير آمن على الأرض. وتقترب السرعة القصوى للطائرة من سرعة الصوت، إذ تبلغ نحو 1000 كيلومتر في الساعة. وقد اشتكى أحد طيارين مقاتلة F-16 الذين رافقوا الطائرة الرئاسية إلى واشنطن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، من أنه لم يكن قادر على مجاراة سرعة الطائرة الرئاسية. كما أن Air Force One تستطيع الطيران عاليا بارتفاع يبلغ 14 كيلومترا فوق الأرض، وهو معدل أعلى بكثير من الارتفاع المعتاد للطائرات الجوية التجارية. دخلت إير فورس وان الخدمة قبل نحو 29 عاما، لذلك صار من البديهي أن الطائرتين الرئاسيتين بحاجة إلى مميزات تكنولوجية جديدة، ومن المقدر استبدالهما في غضون السنوات العشر القادمة. وقد فاز عملاق الطائرات الأمريكي بوينغ في أبريل الماضي بعقد قيمته 3.9 مليار دولار لصناعة طائرات رئاسية جديدة تحل محل الأسطول الحالي، ويرتقب أن يكون الأسطول الجديد جاهزا بحلول عام 2024. ولا يقتصر الأسطول الرئاسي على الطائرات التقليدية فقط، ففي سنة 1933 اشترت القوات البحرية طائرة برمائية من نوع دوغلاس دولفين للاستخدام الشخصي للرئيس، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت لم يستعملها إلا في سنة 1943. ولم تكن رحلة هذه الطائرة البرمائية قصيرة، فقد نقلت الرئيس من العاصمة واشنطن إلى مدينة الدار البيضاء المغربية للاجتماع برئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك وينستون تشرشل لوضع الخطة الحربية المعروفة بغزو النورماندي. واستغرقت رحلة روزفلت على متن الطائرة 4 أيام، حيث غادر طياروه ولاية فلوريدا مرورا بمنطقة البحر الكاريبي ثم البرازيل، قبل القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي إلى غامبيا، ثم نقلوا الرئيس شمالا إلى المغرب. وبعد تلك الرحلة التاريخية، أسس فرانكلين روزفلت المكتب الرئاسي التجريبي المعروف الآن باسم مجموعة الجسر الجوي الرئاسي، وتعتبر هذه المجموعة جزءا رسميا من مكتب الرئيس البيت الأبيض العسكري، وتتكلف بصيانة وتشغيل إير فورس وان، وتحظى هذه الطائرات بالكثير من الاهتمام، إذ يتم تلميعها وتنظيفها يدويا قبل كل رحلة. إير فورس وان هي طائرة ضخمة بمواصفات قصر رئاسي، تحتوي على 3 طوابق ومساحة أرضية تبلغ 4000 قدم مربع. وخصص مصممو الطائرة جناحا واسعا للرئيس، يشمل مكتبا كبيرا وصالة رياضية، حماما وغرفة مؤتمرات. أما إذا توقفت الطائرة الرئاسية عن العمل، فيمكن للرئيس استخدام أحد الهواتف 84 الخاصة بالاتصالات داخلها، كما أنها توفر أجهزة راديو متعددة الترددات، وبطبيعة الحال شبكة إنترنت متاحة دائما للاستخدام.
وبالإضافة إلى الطاقم الطبي، يوجد بالطائرة طاقم من الطباخين قادر على إطعام 100 شخص، وجميع الطباخين بالطائرة على علم بالنظام الغذائي للرئيس. بالإضافة إلى المسؤولين الكبار داخل الإدارة الأمريكية، كما أنهم على معرفة دقيقة بالحميات الغذائية لباقي الوفد المرافق للرئيس، مما يعني أن الوجبات الغذائية للطاقم مختلفة ومتنوعة وأفضل بكثير مما توفره الرحلات التجارية العادية. ويتوفر المطبخان موجودان في الطائرة الرئاسية على جميع معدات الطهي إلا المقلاة، لأن الطعام المقلي يسبب رطوبة عالية داخل الطائرة، ويتوفر الطباخون على تصريحات أمنية خاصة تجعلهم مصدر ثقة مثل باقي ضباط الاستخبارات الذين يقومون بحماية الرئيس. على الرغم من أن الطائرة الشخصية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أفخم بكثير من طائرة إير فورس وان من حيث التصميم والزخارف، أحزمة ومقاعد مطلية بالذهب وكراسي جلدية وقاعة سينما، فإنه مجبر حاليا على استخدام إير فورس وان بسبب قدرتها العالية في الدفاع والأمن والسرعة والتحمل. ويعتبر الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي أول رئيس يستخدم طائرة تم تصميمها خصيصا للرئيس بعد توليه منصبه سنة 1962. وعلى متن الطائرة نفسها تم نقل جثمانه إلى واشنطن بعد اغتياله في مدينة دالاس بولاية تكساس سنة 1963. ففي غضون ساعات من اغتياله كان نائب الرئيس الأمريكي حينها لينسون جونسون قد أدى اليمين الدستوري على متن الطائرة الرئاسية إلى جانب زوجته وجاكي كينيدي، وبحضور القاضية سارة هيوز لتشهد على مراسيم أداء القسم قبل أن ينطلق الرئيس الجديد في الهواء للعودة إلى واشنطن. عندما ينزل الرئيس الأمريكي من طائرة إير فورس وان يتجه مباشرة إلى سيارة ليموزين شبيهة بالدبابة، وهذه السيارة ترافق الرئيس على الدوام. فهناك طائرة شحن من نوع ستارليفتر سي 141 تحمل سيارة الليموزين المقاومة للرصاص، بالإضافة إلى سيارات أخرى للوفد الرئاسي. ويتضمن موكب الطائرة الرئاسية أيضا طائرة تتبعه ويطلق عليها اسم دومزداي أو طائرة يوم القيامة، وهي عبارة عن مخبأ يلجأ إليه الرئيس لو وقعت انفجارات نووية إلى جانب مركز قيادة العمليات في الجو. وقد تم تصميم هذه الطائرة في ذروة الحرب الباردة لحماية الرئيس من أي هجوم نووي. وتتبع هذه الطائرة دائما تحركات الرئيس، وهي من نوع بوينغ كات أي. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي يمتلك هذا المخبأ المتنقل، فإن إير فورس وان نفسها مصنوعة من مواد صعبة الاختراق، ويحتوي الجزء الخارجي للطائرة على زجاج مطلي بالدروع في النوافذ على حد ما هو معروف، ولكن معظم تفاصيل القدرات الدفاعية للطائرة تبقى سرية للغاية لأسباب غير مجهولة.